يوه يا جيهان، انا كل الطريق بصالح فيكي وانا ما عملتش حاجه اصلا. يا سلام، ما عملتش حاجه اصلا. والبنت بقى ان شاء الله مش عارفه الفرد اللي كنت بتعكسها كانت ايه. خلاص يا ستي انا اسف، حقك عليا. طب كده خليتيني نيجي على ملا وشنا، كنا قاعدين ومبسوطين. معرفش بقى يا حبيبي، انا زهقت من الاوتيل وقلت برضو نيجي هنا بيتنا يعني اريح. زهقتي؟ ده انت بتزهقي كتير قوي. انا كده يا حبيبي زهوقة، بزهق من اي حاجة. انت زهوقة قوي بس انا ما زهقش. يا روحي. طيب بقول لك ايه، موضوع الاوتيل ده ما تجيبهوش على لسانك خالص. الاوتيل ده انت اللي اصريتي عليه عشان انت قلتي لي المكان ده تعرفنا على بعض فيه وحبينا بعض فيه، فانا ماليش ذنب بقى. لا مش هعمل كده تاني اخر مره. كويس كويس كده. طب حبيبتي عشان الضحكه الحلوه دي انا عازمك على العشاء في اي حته انت تختاريها. ايه رايك نرجع الاوتيل؟ لا كفايه، ما تبسطهاش اكتر من كده. حبيبتي انت حبيبتي. طب يا حبيبتي خلينا نطلع نغير ونفتح شويه عشان نخرج. ها اوكي. أنا بحبك. أنا كمان بحبك أوي. مين مع التليفون؟ ده رامي صاحبي. طب ما ترد عليه. تاني يا جيجي؟ ما ترد. الله، رد عليه. ألو. أه رامي ازيك؟ افتح لك سبيكر. لا. لا حبيبي انا في العشاء كده، انا وجيجي. ماشي رامي، هكلمك على التليفون. مع السلامه. وريني التليفون. ليه بقى كده؟ عايز اشوفه في حاجه. دي وريني التليفون. اتفضلي. ايه اتاكدتي؟ سوري. معلش حقك عليا، مش هعمل كده تاني. ماشي يا ستي اهو. بتعمل ايه؟ هسجل لك. سجل لي ايه؟ اه عشان انا مش ضامنك خالص هترجعي تشكي فيا وتظلميني تاني، صح؟ لا خلاص حقك عليا، مش هعمل كده تاني. اخر مره. اخر مره. عشان انت طلعتي كده حلوه واموره كده. ايه ده؟ يا ستي الله، حلو؟ حلو قوي. ليه حبيبي كلفت نفسك؟ حبيبتي انا ما عنديش اغلى منك، بس ما تعوديش على كده، مش كل مره هصالحك بدية كده يعني. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. حبيبتي
هيعمل معاها كده. انت بنتي مجنونه. انت مش كنت سهرانه معاه؟ بس وصلني وقال لي انا رايح اشتري سجاير. الله يكون في عونك يا عادل. اعمل ايه بس؟ انا بحبه بغير عليه. بتغير عليه ايه وحبتيه ايه؟ لحقتي تحبيه؟ اه بحبه. الواد قمر وحنين وكمان بيضحكني ودمه خفيف. يعني انت حبيتيه علشان دمه خفيف وبيضحكك؟ والمصحف انت هتموتيني. بقول لك ايه، انا مش فاضيه لك، انا عايزه امشي. لا تمشي تروحي فين؟ اقعدي ما اخلص الحجر ده. لا حجر ايه، انا عايزه امشي. وبعدين تعالي وصليني عشان انا مش جايبه عربيتي. انت روحي ده ايه، انت هتيجي تتغدي معايا بجد؟ اه طب اديني وقت. خدي. ايوه كده، ايوه بقى. طب تعرف بقى ان مراتك ما بتحبش السوشي؟ لا والله. يا سلام، ناس كتير قوي ما بتحبش السوشي. عشان تعرف بس ان انا اعرف حاجات كتير عنها انت ما تعرفهاش. اتلمي بقى، اتلمي يدوقي ورق العنب ده. لا خلاص كنت كتير قوي مش قادره خلاص. لا ايه ده، خاطري انت ما حبيتيش اكلها بقى خالص. اكل ايه ده؟ انا اللي عامله المحشي. لا والله. يا سلام، يعني هو انت وقفتي جنبي وانا بحشي المحشي بقيتي انت اللي عاملاه؟ اه طبعا، مش لفيت واحده. عفخنه ولا ايه؟ شكرا لكم يا جماعة، شوفوا دايما حبيبي. دودي لا انا والشفا. ميرسي يا حبيبتي. عامل لكم شاي؟ اوكي ما تاكلي، هولع الشاي واجيلكم. ماشي. الحمد لله. نورة انا عايز منك خدمة اخيرة بقى. اؤمرني يا عادل. عايزك تكلمي جيهان تخفي من غيرتها شوية، اصل الموضوع ده مش محسسني بالامان في المستقبل وهيخليني افكر اني اجل الخلفه منها. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه يا عادل، انت بصراحه عندك حق، هي برضو مجنونه بتغير عليك بشكل فظيع. والله العظيم يا عادل انا بكلمها من وراك كتير جدا وبقول لها كده ما ينفعش، وعقلي بس اعمل ايه، مجنونه.